هو المفترض احنا خلصنا كل الفيرست اوردر بما فيهم احنا خدنا اخر حالة اللي هي كانت اللينير. هنتكلم بقى على من بداية من الجزء اللي جاي بقى كله. هنتكلم على اللي هو اللينير differential equation بس higher order، يعني order 2 3 بتصرف فيها ازاي. قالك هو المفروض اللينير differential equation اللي هي order n كصورة عامة هتكون كده coefficient y n التفاضل رقم n تمام زائد a n ناقص واحد y n ناقص واحد وهكذا أتنيني لغاية آخر تفاضل a واحد y داش زائد a نوت y تساوي f of x، حاجات فيها x بس بنقلها في طرف اليمين، حيث ال a n of x وال a n ناقص واحد of x وهكذا لغاية a واحد of x a نوت of x. دي بنسميها ال coefficients بتاعت المعادلة، وال coefficients دي ممكن تكون حاجة من اتنين، يا دوال في x يا إما تكون ثوابت يعني variables أو متغيرات دوال في x أو ثوابت. دي إيه؟ دي الصورة العامة للإيه؟ لللينير differential equation اللي هي order n. خلاص؟ طيب خدوا بالكم من حاجة تانية برضو، ممكن f of x بتاعتك اللي هي الطرف اليمين دي تكون حاجة من اتنين، يا بتساوي صفر، فساعتها كنا بنسمي المعادلة لو الناس تفتكر homogeneous، لو تساوي أي حاجة تانية بقى ثوابت أو دالة في x فيبقى المعادلة في الحالة دي بقت non-homogeneous. يبقى انتوا عندكم كام حالة دلوقتي؟ الـ coefficients تبقى دوال في x أو constants، المعادلة بتاعتك تبقى homogeneous ولا non-homogeneous. في كل حالة من الحالات دي هنشوف حل المعادلة. يبقى احنا المفروض اللي جاي كله هنعمل ايه؟ هنعمل developing لتكنيك بقى عشان ايه نحل المعادلة، سواء كانت بقى زي ما اتفقنا على حسب نوع الـ coefficients أو على حسب المعادلة الطرف اليمين بتاعها مخليها homogeneous ولا لا. يبقى اللي جاي كله هنشوف طريقة الحل في ايه في كل حال. طيب قبل ما نتكلم على طريقة الحل هنعرف حاجة مهمة قوي هنستخدمها بعد كده عشان نجيب الجنرال سوليوشن بتاع المعادلة دي. قالك ايه التعريف اللي المفروض نعرفه؟ قالك لو عايزين نشوف مجموعة من الدوائر هل في بينها استقلال خطي ولا لا، يبقى العنوان الجديد اللي هو linear independence of a set of functions. لو عندي مجموعة من الدوال لتكن دوال في x عايزين نشوف هل بينها استقلال خطي ولا لا، independence يعني استقلال. طيب قالك ايه؟ اكيد طبعا التعريف اللي احنا هنقوله ده هيجاوب علينا واحنا بنكتب شكل الحل تمام؟ طيب لو عندنا مجموعة من الدوال لتكن F1 F2 لغاية مثلا N من الدوال، وبيقول لي ان الدوال دي linearly independent أو linearly independent، معتمدين على بعض، سوري مستقلين خطيا،
معتمدين يبقى نشيل ال in تبقى dependent. ماشي، قالك ايه لازم الدوال دي عشان تكون مستقلة خطيا لازم يبقى في بينهم linear combination، علاقة خطية تربطهم، هتبقى على الصورة دي، ثابت في F1 زائد ثابت في F2 وهكذا لغاية ثابت Fn، وهيكون الكلام ده عشان تقول إن هو مرتبط في ارتباط خطي ما بينهم، لو سويت العلاقة الخطية اللي ممكن نكتبها كده بقى summation ثابت في F1 ثابت في F2 وهكذا، يبقى بجمعهم كل ثابت في الF بتاعته هم عددهم N. قالك بص بقى إمتى تقول عليهم مستقلين خطيا؟ لو سويت linear combination ده بزيرو وصلت لإيه؟ وصلت إن قيم الثوابت كلها لازم تكون بصفر. أنا لو مسكت العلاقة الخطية دي وسويتها بزيرو وابتديت أعمل إيه؟ شوية اختصارات وحل المعادلة دي وطلعت الثوابت بتاعتي بصفر، يبقى معناها دلوقتي إن الإيه؟ إن في بينهم linear independent. طيب لو مش كل الثوابت طلعوا بزيرو، إن شاء الله على الأقل واحد بس، يبقى ساعتها أقول له إن الفانكشنز دي إيه؟ معتمدين على بعض، يبقى الفانكشنز بتاعتي F I T are linearly، وتشيل الـ N بقى، linearly dependent. أنا لو مسكت العلاقة الخطية وسويتها بزيرو وطلعت منها إن الثوابت كلها تساوي زيرو، يبقى في استقلال خطي بين الدوائر. لكن لو على الأقل طلع ثابت منهم لا يحقق الشرط، يعني ما بيسويش الصفر، يبقى ساعتها أقول له إنها إيه؟ لأ، ده بينهم إيه؟ اعتمادية، linearly dependent. طيب قالك إيه؟ طب إحنا إزاي نحل معادلة واحدة ونجيب إن من الثوابت؟ قالك لأ، ما أنت هتمسك المعادلة دي ونجيب منها إن من المعادلات، إن من المعادلات تتجاب إزاي؟ أول معادلة قلنا اللي هي linear combination العادي، المعادلة الخطية اللي بتربطه، طيب عايزين كم معادلة كمان؟ عايزين إيه؟ لو هما N من الثوابت يبقى عايزين كمان N ناقص واحد، صح؟ يعني احنا عايزين N من المعادلات. قال لك هناخد المعادلة دي نعمل لها differentiation، هيبقى بالنسبة لمين؟ للX، حيث الـ F1 F2 لغاية Fn ده هو الـ X. فإحنا لو جينا فاضلنا المعادلة دي بنفاضل الطرفين، فهتلاقي الثوابت عادي زي ما هي، لكن الدوال عليها داش. دي المعادلة رقم 2. عايزين التالتة، نروح مفضلين دي كمان مرة. لغاية احنا المفروض فاضل لنا ايه؟ المفروض نوصل للمعادلة رقم N. هتلاقي أول معادلة مش متفاضلة، يبقى آخر معادلة التفاضل رقم N ناقص واحد. إذا فاضل، إذا المفروض جبنا الـ N من المعادلات دي زي ما اتفقنا إزاي وحليناه مع بعض، المفروض هنجيب منهم قيم الايه؟ الثوابت. اذا طلعوا كلهم بصفار يبقى linearly independent،
مستقلين خطيا، لكن لو طلع أحدهم يخل بالشرط لا يساوي صفر فيبقى لا في اعتمادية بين الدوائر. قال لك إيه، في طريقة حلوة قوي ممكن بيها من غير ما نحل الإكويشنز نعرف المعادلات دي linearly independent ولا لا. قال لك بص، ممكن نحسب حاجة اسمها كأننا بناخد الإكويشنز دي، إحنا المفروض بنحل بنجيب الثوابت، فكأننا بناخد الإكويشنز دي ونحطها في هيئة محدد. فقال لك هناخد العنوان اللي هو ده المحدد بتاع رونوسكي، رونوسكي ديترمينانت. قال لك المفروض بيتكون من ايه؟ من مجموعة الدوائر بتاعتك، نديله الرمز ده من F1 لغاية Fn. قال لك كأنك بتاخد شوية المعادلات اللي كتبناها من شوية دي ونحطها في هيئة محدد. الصف الأولاني كان F1 F2 وهكذا لغاية Fn. الصف الثاني هاخد الدوائر دي وفضل. طبعا احنا لما كنا عايزين ان من المعادلات فكان بيبقى اخر تفاضل ان ناقص واحد. اللي فوق ده طبعا مش قص، ده رقم تفاضل حاطينه بين قوسين. تمام كده كاننا حطينا. طيب هنعمل ايه؟ هتحسب المحدد ده، هتفكه يعني راحتك بقى، اول صف اول عمود، المهم ان فكه بيطلع قيمه في الاخر. والله لو طلع قيمه المحدد ده لا تساوي الصفر يبقى على طول اقول له ايه، ان المعادلات ده هي على طول هقول ان المعادلات دي او اللينير كومباينيشن ده وصل لي ان الافات دي linearly independent. حلو قوي، يبقى لو المحدد طلع اي حاجه غير الصفر يبقى في استقلال بين الدوائر linearly independent. لكن لو طلع زيرو ساعتها اقول له ايه، ان الاختبار ده ايه، فشل. الاختبار ده فشل. طيب امال اعمل ايه ساعتها بقى؟ اجيب المعادلات، لان من المعادلات دي ونحلها عادي بالطريقه بتاعتي. يبقى امتى المحدد يفشل انه يقول لي هي linearly independent ولا لا؟ لو ادى قيمه تساوي زيرو، لكن لو ادى اي حاجه ثانيه يبقى على طول اقدر ايه، اقول القرار بتاعي انهم مستقلين خطيا. طيب تيجي بقى الجزء ده يجي ازاي؟ يقول لك يديك مجموعه من الدوائر ويقول لك قول لي هم مستقلين خطيا ولا لا. تعالى ناخد اول مثال. بيقول لي أول مثال، بيقول لي are the following، نفس السؤال هيتكرر لغاية آخر مثال. بيقول لي هل دول الدالتين دول اللي هي ساين وكوزاين are linearly independent or not؟ اختبرهم كده، هل هم مستقلين خطيا ولا لا. قلنا ايه اول حاجه بنروح نجيب عشان نحل؟ اول حاجه هجيب الرونسكي بتاع الدالتين. هو كان ايه؟ كان يقول لك اول صف كان اف واحد اف اتنين، تاني صف بشتق مرة،
هو المفروض كام داله؟ دالتين. يبقى اخر معادله اللي هي او اخر سطر في الاشتقاق الاول او هما دالتين، يبقى المحدد بتاعي 2 في 2. هنروح نحط الدوال بتاعتك اف 1 اهي، ايا كان مش هتفرق مين اف 1 اف 2. الصف اللي بعده هتفاضل تفاضل الساين بكوزاين وتفاضل الكوزاين بسالب ساين. فك المحدد الاتنين في اتنين سهل قوي، كنا بنقول ده في ده ناقص ده في ده، يبقى دي سالب ساين تربيع اكس ناقص كوزاين تربيع اكس. ممكن نسحب السالب بره، فهتلاقي ساين تربيع كوزاين تربيع بايه؟ بواحد. أول ما تلاقيه طلع قيمة يعني أي حاجة غير الزيرو، يبقى ساعتها أقول له الاختبار نجح ولا فشل؟ لا نجح، يبقى على طول أقول له إن الدالتين بتوعك are linearly independent، مستقلين خطي. طيب لو اداني الدالتين دول برضو بنفس الطريق، هنحسب المحدد الأول بتاع رونسكي. كنا بنقول أول صف F1 F2، تاني صف كنا بناخد الصف الأولاني نفضله تفاضل الـ E، كنا بنقول نفسها بنفضل بالنسبة لـ X في تفاضل أسها بأوف. اللي بعدها ده المفروض حاصل ضرب دالتين، يبقى التفاضل الأولى في التانية زائد التانية زائد الأولى في تفاضل التانية. تفاضل الـ E كان يقول لك نفسها تفاضل أسها. الناس ممكن تعمل إيه؟ المفروض ممكن هنفك بسهولة اهو، ده في ده ناقص ده في ده، يبقى أول جزء ده في ده. خدوا بالكم إن ده ممكن كنا نسحب منه إيه أس أر إكس مشترك، فكان يبقى واحد زائد أر إكس ناقص ده في ده، يبقى أر إكس في E أس R X E أس R X. E أس R X دي اللي هي E أس 2 R X. على فكرة لو كنا دخلنا ده يبقى عندي جزئين، E أس 2 R X زائد R X E أس 2 R X. R X الأساس هو يساوي الأساس زي ما اتفقنا، ففي الضرب هنجمع الأسس يبقى E أس 2 R X. فتلاقوا ده راح مع ده، يبقى لي حاجة أبقى مبسوط ليه؟ طالما لا يساوي الصفر يبقى على طول أحكم على الدالتين إنهم linearly independent، يبقى المحدد بتاعي كان كافي للحكم. برضو الناس ممكن برضو يجي لها حاجة زي دي، برضو في عندي ثلاث دوائر، نكبر الموضوع شوي بنفس الطريق هنحسب الرونسكي بتاع الثلاث دوائر. يبقى بحط F1، سمي بقى الدوال زي ما تحب، في ناس بتحب تكمل بالترتيب، يبقى F1 واحد ناقص X، F2 واحد زائد X، F3 X تربيع. الصف اللي بعده هنفاضل تفاضل دي سالب واحد، تفاضل واحد زائد X بالنسبة لX يبقى واحد، والX تربيع 2 X. اللي بعده تفاضل هنفاضل كمان مرة، يبقى سالب واحد تفاضلها زيرو،
الواحد ادي صفر، 2 اكس الناس تحب بقى تفك المحدد زي ما تحب. على فكرة احنا ممكن نفك المحدد بأي صف، ففي ناس تقول بما ان الصف التالت فيه صفار فاحنا ممكن نفك باستخدام الصف التالت اللي يريحكم. المهم لو الناس مشيت زي ما هي متعودة ان بنتفك بالصف الاول يبقى بتمشي بإشاراتها، موجب سالب موجب، بتاخد اول واحد وتداري الصف بتاعه والعمود بتاعه ويبقى لها اهو اربع اجزاء بنحطهم في محدد اصغر، بتلاقي التلاتة في تلاتة بدأ يبقى اتنين في اتنين. اللي بعده بالسالب واحد زائد اكس، لو دارينا صف العنصر ده وعموده ليه بقى لك أربع أرقام، سالب واحد، اتنين إكس، صفر، اتنين. وآخر حاجة إكس تربيع، برضه هداري الصف بتاعه والعمود بتاعه هيطلع ده. من الآخر أول ما تلاقي محدد صف فيه أو عمود فيه كله صفار يبقى بصفر. يبقى هنيجي نفك، هتلاقي ده واحد ناقص إكس، ده في ده ناقص ده في ده يديني اتنين، واحد زائد اكس ده في ده ناقص ده في ده يديني سالب اتنين. هتيجي تفكه كده وتجمعه لو الكلام ده يطلع باربعة. طيب ده لا يساوي الصفر، يبقى المحدد نجح ولا فشل؟ لا نجح، وقال لي ان اف واحد واف اتنين linearly independent. نفس الطريقة لو جالنا أربعة، نعمل المحدد برضو هيطلع كام في كام؟ أربعة في أربعة، تفاضل الصف ده هنفاضل كمان مرة، هنفاضل كمان مرة، وأخيرا آخر صف هنفاضل. في ناس تحب تستخدم الصف الأخير في الفك، تمام؟ في ناس زي ما هي متعودة بإشاراتها الصف الأول، موجب سالب موجب سالب. بتعمل إيه؟ المفروض وإنت بتفك لو فكينا بالصف الأول المفروض يطلع في الفك محدد أصغر اللي هو 3 في 3. يعني لو أنت حاولت تفك أدي أول واحدة واحد بتداري الصف بتاعها والعمود بتاعها يبقى لك 3 3 صفوف 3 أعمدة بتحطهم في هيئة محدد بالترتيب. اللي بعده سالب اكس، برضو هنداري صفها وعمودها، هنداري الصف بتاعها والعمود بتاعها هيبقى لي كده طبعا بالراحة خالص، وتتأكد من اللي انا بعمله. طبعا المحدد ده بما انه في صف كله صفار هيطلع زيرو.
سالب، موجب زي ما اتفقنا بنمشي موجب سالب موجب، اللي جاي زائد سالب اكس تربيع، ده اللي صفها وعمودها برضو بنفس الطريقة. اديني اهو، وده اللي في العمود التاني، العمود التالت فوته، يبقى ده العمود الرابع. هتلاقي ده عمود كله صفار في المحدد يدي زيرو. آخر جزء سالب إكس تكعيب، برضو داري صفها وعمودها تمام. هتلاقي باقي لك اللي هما في الأعمدة التلاتة اللي قدام. برضو هنا العناصر الصفار بزيرو. في ناس تقول كنا ممكن نفك بآخر صف على طول، ليه؟ لأن في أكبر عدد من الأصفار. هتلاقي ده كله يطلع لك إيه؟ محدد 3 في 3 نفكه زي ما فكنا المسألة اللي فاتت تمام. هتلاقي ده كله يطلع إيه؟ هيطلع 12. إذا لا يساوي الصفر يبقى المحدد نجح إنه يقول لي إن الدوال بتاعتك الأربعة linearly independent. طيب هل نشوف دي نغير شويه بقى، هل الدنيا دايما جميله كده بالمحدد؟ ممكن لا. طيب دي لو عندنا اف واحد اكس تربيع واف اتنين بتلاته اكس تربيع، برضو هنعمل زي ما اتفقنا المحدد بما انهم دالتين هيطلع اتنين في اتنين. اول صف اهو، ثاني صف اوتوماتيك باخد الصف اللي قبله وفضل. هنفك هتلاقي ده في ده اكس اكس تربيع اكس تكعيب ناقص ده في ده 2 في 3 ادي 6 اكس طلع 0. يبقى كده ايه؟ وي كانت كونكلود ايه؟ اني ثينج، ما نقدرش نوصل لاي حاجه. ما اقدرش اقول او احكم على الدوال دي مستقلين خطيا ولا معتمدين على بعض. ساعتها قلنا ايه؟ هنروح للاصل بقى، ان احنا بنعمل لينير كومباينيشن بين الدالتين، بين الدوال، ثابت في الاولانيه ثابت في الثانيه، ونساوي اللينير كومباينيشن ده بزيرو. طيب تعالوا كده، يبقى سي واحد اف واحد يبقى سي واحد اكس تربيع، سي اتنين اف اتنين يبقى دي تلاته سي اتنين اكس تربيع. حلو قوي، دي المعادلة الأولانية. هل ممكن من المعادلة الأولانية أجيب أوصل لحاجة قبل ما تنقل للمعادلة التانية اللي هي بتاعت سي واحد اف واحد داش زائد سي اتنين اف اتنين داش يساوي صفر؟ والله وأنا عند كل معادلة أتفرج عليه، هنا ممكن أسحب إكس تربيع مشترك. أولا إكس تربيع لا تساوي زيرو، ده أساس الدول بتاعي، يبقى دي اللي بتساوي صفر. يبقى هنا سي واحد زائد تلاتة سي اتنين تساوي زيرو. طالما لقيت علاقة تربط الثوابت ببعض
معناها هنا ان مش لازم سي واحد وسي اتنين يساوي صفر عشان يخلوا الشرط ده بتاع linear combination ده متحقق. يبقى مش اجباري ان يبقى سي واحد وسي اتنين يساوي صفر عشان نحقق المعادلة. تمام؟ يبقى ممكن اقول له كده نوت سي واحد وسي اتنين تساوي صفر to satisfy equation. انه equation ده ليه؟ ممكن احط سي اتنين بواحد يبقى سي واحد بسالب تلاتة من العلاقة دي تخلي لي العلاقة واحد تساوي زيرو. ممكن أحط سي اتنين باتنين فساعتها يبقى سي واحد بسالب ستة. لو خلينا سي واحد بسالب ستة وسي اتنين باتنين زي ما قلنا يبقى هتخلي العلاقة رقم واحد برضو بزيرو. يبقى مش العلاقة رقم واحد بتساوي زيرو عند أكتر من قيمة لـ سي واحد وسي اتنين، لا يشترط يكونوا بزيرو. ساعتها أقول إيه؟ طالما الـ سي واحد وسي اتنين لا تساوي صفر، يبقى إف واحد وإف اتنين آر لينيرلي إندبندنت بقى؟ لأ، لينيرلي ديبندنت. طيب ناخد مثال كمان. لو عندي اف واحد كده بتساوي ده اللي معرفة بقاعدة ايه؟ والله لو تلاتة لو عشرة هنعمل ايه؟ هنشوف. هتلاقي برضو اف اتنين جايلك بنفس الطريق معرفة بقاعدة ايه؟ لو بسألك دلوقتي اف واحد واف اتنين تساوي ايه؟ هتقول له عند اكس اقل من الصفر اف واحد كان بصفر واف اتنين بسالب اكس تربيع. عند اكبر من الصفر كانت اف واحد باكس تربيع واف اتنين بزيرو. طيب هو بيقول لي هما linearly independent ولا؟ قلنا في الحل اول حاجة بنبدأ بيها بنعمل المحدد. تلاقي هنا بما ان الدالتين معرفة بقاعدتين يبقى المحدد هو كمان معرف بقاعدتين. ليه؟ لان عند x اقل من الزيرو هيبقى له شكل معين اللي هو f1 f2 f1 داش f2 داش لانهم دالتين. في الحتة بتاعت x اقل من الصفر f1 كان بكام؟ كان بزيرو وf2 بسالب x تربيع. نكمل المحدد يقول لك تاخد الدوال تفاضلها يبقى صفر سالب 2x. لو جينا فكنا المحدد ده يديني زيرو. طب تعال نشوف القاعدة التانية برضو نفس الكلام f1 f2 f1 داش f2 داش بس احنا شغالين فين؟ في الحتة اللي أكبر من الصفر كانت الدالة دي بx تربيع والدالة التانية دي بزيرو. بعد ما عرفت الدالتين اخد الصف الاولاني افاضله اوتوماتيك. لو جينا فكينا برضو الحلوين دول نلاقي ده الكلام ده يساوي صفر. يبقى كده معناها المحدد مش هيقدر ايه fail to conclude. فشل ان يقول لي احنا دلوقتي linearly independent ولا؟ فساعتها قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل اللينير كومباينيشن بين الدوال دي وساوي اللينير كومباينيشن ده بزيرو. انا عايز اوصل منه ايه؟ ان الثوابت كلها تساوي صفر عشان اقول انهم لينيرلي اندبندنت. قلنا لو في ثابت اخل بالشرط ما بقاش بزيرو يبقى لينيرلي اندبندنت. طيب خلاص احنا هنعمل لينير كومبانيشن ازاي؟ نفس الكلام ما دام الدوال عندي متقسمه لقاعدتين يبقى هنعمل التقسيمه اللينير كومبانيشن ده متقسم لايه؟ لقاعدتين سي واحد اف واحد سي زائد سي اتنين اف اتنين يساوي صفر عند اكس اقل من الزيرو وعند اكس اكبر من الزيرو.
طيب يتدل ال اف واحد كانت بكام في القاعدة الأولى؟ كانت بصفر، والدالة التانية كانت بكام؟ سالب اكس تربيع. طب اللي بعدها دي هتبقى سي واحد اكس تربيع زائد سي اتنين. طيب خدوا بالكوا ان من السطر الاولاني، هل من المعادله دي ممكن استنبط حاجه؟ قال لك اه، خد بالك ان الاكسات لا تساوي الصفر، يبقى من هنا ممكن اقول له ان سي 2 تساوي زيرو. من اللي بعدها سي 1 اكس تربيع بصفر، هقول له ده لا تساوي الصفر، يبقى من هنا سي واحد هي اللي بتساوي زيرو. بما سي واحد وسي اتنين بصفار، يبقى ساعتها هقول له ايه؟ ان اف واحد واف اتنين لينيرلي اندبندنت. طيب هطلقوا انا بقى في الورق مسألتين كده، يبقى الناس تنقنق فيهم وتحلهم. طيب احنا ليه خدنا الجزء بتاع الديفينيشن بتاع ان يبقى فيه استقلال خطي بين الدوال؟ قال لك كده لان لو عندك المعادله بتاعتك اللي هي الهاير اوردر ديفرنشال ايكويشن كانت على الصوره دي، من العنوان اللي كتبته هيبقى المعادلة اللي احنا كتبناها أو الصورة العامة اللي كتبناها هيبقى شكلها عامل ازاي؟ أولاً الكوفيشنس بتاعتي هتبقى ثوابت، احنا قلنا هندرس اللي جاي كله اللي هو المعادلة اللي تمام؟ ايه كمان كاتب لي انها ايه؟ هوموجينيوس، يبقى الطرف ده يساوي ايه؟ صفر. قال لك لو جالك المعادله بالصوره دي هوموجينيوس وكونستانت كوفيشنتس لينير ديفرنشال ايكويشن مهما كان الاوردر بتاعها، واداك مجموعه من الحلول معناها ايه؟ ان يحققوا المعادله، يخلوا الطرفين اليمين يساوي الشمال او الطرف الشمال يساوي زيرو يعني، تمام؟ لو مديك شويه حلول حيث الواي واحد والواي دي دوال في اكس، قال لك ممكن تعمل ايه؟ تجيب جنرال سوليوشن. للمعادله باستخدام شويه الايه؟ الحلول اللي عندك دي. ازاي ينكتب؟ قال لك يبقى ثابت في الحل الاول زائد ثابت في الحل الثاني لغايه ثابت في الحل وساعتها الحل ده بنكتبه في حاله ان المعادله بتاعتي هوموجينيوس، بنسميه ساعات الواي هوموجينيوس. يبقى الحل او الجنرال سوليوشن بتاع معادله لينير higher order وconstant coefficient وhomogeneous عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن linear combination بين الحلول زي ما انتوا شايفين كده، بس بشرط لازم أتأكد إن ال y1 وال y2 وهكذا لغاية yn اللي هي مجموعة الحلول دي are linearly independent. أنا من حقي أكتب الحل العام باستخدام مجموعة حلول، بس لازم مجموعة الحلول دي تكون إيه؟ مستقلة خطية. مستقلة خطية يعني إيه؟ إحنا خدنا بقى اللي هو التعريف بتاعها وأعرف إزاي. طيب ناخد مثال،
بتقول لي given عندي معادلة اهي order كام دي هنكمل كتابة كده دي linear و order 2 تمام بديني ايه y1 تساوي sin 2x y2 بديني y1 y2 بكوزين 2x بيقول لي ايه اول حاجة اتأكد ان y1 y2 دي حلول للمعادلة تاني حاجة بيقول لي هات لي الجنرال سوليوشن اوف ايكويشن وده اللي هنكمل عليه الاجزاء اللي جاي كل اللي جاي ازاي اجيب التكنيك ازاي اعمل تكنيك يجيب لي الحل جنرال سوليوشن او هيبقى بقى بعد كده اجيب الواي واحد والواي اتنين واعمل بينهم لينير كومباينيشن يديني الجنرال سوليوشن والدوال اللي انا بجيبها اللي هي واي واحد واي اتنين دي مش اي حاجه لازم تكون لينيرلي اندبندنت طيب اول حاجه المطلوب الاول ده سهل بيقول لي شوف لي واي واحد دي حل المعادله ولا لا فساعتها اقول لو واي واحد بتاعك اللي هي ساين اتنين اكس دي حل يبقى المفروض اجيب الليفت هاند سايد اللي هو ابدل كل واي بواي واحد والله هتلاقي واي واحد بساين اتنين اكس يبقى الواي واحد داش باتنين كوزين يبقى الواي واحد دبل داش يبقى كوزين تفاضلها بسالب ساين وتفاضل اللي جوه اتنين يبقى دي اربعة يبقى تروح معوض تلاقي الحلوين دول يتجمعوا يديني زيرو الزيرو ده هو ايه؟ هو الرايت هاند سايد الطرف اليمين يبقى الواي واحد حقق المعادلة خلى الطرفين بتوع المعادلة متساويين يبقى من هنا الواي واحد حل في المثل هتعمله نفس الكلام بس واي اتنين هتجيبه برضو تجيبه الليفت هاند سايد بدلوا الواي عندكم بواي اتنين وتجمعوا الحلوين دول هتلاقيه بيساوي زيرو اللي هو الرايت يبقى الواي اتنين بتحقق المعادلة يبقى حل هل ينفع اخد الحلين واكتب الجنرال سوليوشن ثابت في الحل الاول زي ثابت في الحل التاني على طول قالك لا المطلوب التاني عشان تجيب الجنرال سوليوشن باستخدام الواي واحد والواي اتنين لازم تتأكد الأول إنهم مستقلين خطيا فكأنه بيقول لي هما لينيرلي اندبندنت ولا لا الأول يبقى هنعمل ايه كنا عشان نشوف الاستقلال الخطي كنا بنحسب الرونسكي ديترمينانت للدالتين اللي عندك يكتب واي واحد واي اتنين وكان الصف التاني التفاضل خلاص هحط الوايات الصف التاني التفاضل تفاضل الساين باتنين كوزين والكوزين بسالب ساين بس مضروبة برضو في اتنين وهنضرب ده في ده ناقص ده في ده تلاقي لما تيجي تضرب يبقى سالب اتنين ساين تربيع ناقص اتنين كوزين تربيع ده يساوي ايه؟ اما تيجي تسحب سالب اتنين هتلاقي ساين تربيع وكوزين تربيع تدي ايه ده لا يساوي الصفر يبقى دول ايه؟ linearly independent تمام انت لو عايز تكتب الجنرال سوليوشن دلوقتي بما ان واي واحد واي اتنين linearly independent
احنا كل الشباتر الجاية وظيفتنا نجيب الحلول اللي هي مستقلة خطيا ونجمعهم مع بعض نجيب الجنرال ايه سوليوشن. يبقى الجنرال سوليوشن في الحالة دي، المعادلة دي على فكرة كانت حاجات تساوي صفر، يبقى كانت ايه هوموجينيوس. يبقى الحل الجنرال سوليوشن يساوي الواي اتش اللي هو عبارة عن ايه، ثابت في واي واحد زائد ثابت في ايه في واي اللي هي الحلول اللي عندك. الواي واحد كانت بساين زائد الواي اتنين كانت بكوزاين. طيب اخر حاجه نقول بس عليها ملحوظه وبعدين ان شاء الله نبقى نكمل الاسبوع بتاعنا اللي هو الاسبوع اللي مش هيبقى فيه متر. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله عندنا محاضره عادي. تمام طيب قال لك نفترض كانت نون هوموجين، يبقى الطرف ده بيساوي اف اوف ايه بس with constant coefficient. ايه ده؟ يبقى الطرف اليمين اللي فيه الواي ومشتقاتها ده ايه الكوفيشنز بتاعتي ثوابت. قال لك ايه بقى لو احنا عايزين نجيب الجنرال سوليوشن؟ قال لك يبقى الجنرال سوليوشن بتاعك هيبقى مجموع 2 واي اتش وواي بي. واي اتش دي بنجيبها ازاي؟ واي اتش ده السوليوشن بتاع المعادله في حاله انها بفترضها هوموجينيوس اللي هي ايه، ان بمسك المعادله نفسها بالظبط بس بسويها بالزيرو، بنفض خالص اللي فيه اف اوف اكس واجيب الواي اتش. والواي اتش كنا اتكلمنا من شويه انها بتتجاب ازاي في حاله الهوموجينيوس، كانت بتبقى ثابت في واي واحد ثابت في واي اتنين وهكذا. حيث الوايات لازم تكون ايه لينيرلي اندبندنت ايه فانكشنز. طيب يبقى احنا هناخد اللي هندرسه المره اللي جايه ان شاء الله ازاي اجيب الواي اتش. بعد كده الواي بي ده هيبقى السوليوشن اللي معتمد على مين؟ معتمد على اف اوف اكس شكلها عامل ازاي، حل معين يعتمد على شكل الاف اوف اكس بارتيكولار سوليوشن. فجمع الاثنين مع بعض يديني الحل العام. احنا وظيفتنا الاسبوع اللي جاي نتعلم ازاي نجيب واي اتش، بعد كده نبقى ايه نكبر شويه نجيب مين الواي بي على حسب اف اوف اكس بتاعتنا شكلها ايه عامل ازاي، بقدر احدد شكل الواي بي. تمام اكتفي كده.